قدر الفنان ياسر جلال انه يثبت نفسه السنه اللي فاتت في اولى بطولاته من خلال مسلسل ظل الرئيس، وشاركوا البطوله الفنان محمود عبد المغني والفنانه هنا شيحه وعدد كبير من الفنانين المتميزين. والسنه دي قرر ياسر جلال انه يعيد التجربه مع نفس الشركه المنتجه لمسلسل ظل الرئيس، لكن المره دي هيقدم ياسر جلال مسلسل جديد بعنوان رحيم، وهينافس بيه في شهر رمضان اللي جاي. المسلسل من تأليف محمد إسماعيل أمين والإخراج لمحمد سلامة. طبعا شال همه يعني، ربنا يكرم. طبعا كابتن أبو النجا، طبعا احنا بنتمرن اليومين دول وربنا يسهل بس في اكشن وفي حاجه، والكابتن عامل معايا مجهود رهيب يعني. والله هو بيتمرن من قبل ما يعرفني، انا كان شرف ليا ان انا نول الفرصه دي على ايديه، ان انا اكون اقدر اساعد بحاجه من الموضوع دوت. هو بسم الله ما شاء الله هو اللي بيمرني لاني كنت معاه في المسلسل. لا لا لا، ما هو بسم الله ما شاء الله ما حدش هيقدر يعمل اللي هو عمله، جراءة وما شاء الله يعني. هو حتى واحنا في المشهد هو اللي شجعني وعلمني كتير، فما شاء الله كان هايل، وان شاء الله انتظره احسن. على فكرة كابتن محمد ابو النجا بيدرب نجوم كبار جدا، بيدرب الفنان النجم احمد السقا والفنان النجم احمد مكي والفنانه النجمه غادة عادل، يعني هم معظم الفنانين كتير. مش عايز انسى حد يعني. ربنا يسمع بوقك الحلو، ميرسي. وانا سعيد ان انا على شاشه